كذلك ناجده في كاس دوري خادم الحرمين الشريفين ياتي ثالثا. الشلهوب من الجهه اليسار يحاول بكره تنقطع على طول. 2-1 الغلبه للاكثريه. ياسر القحطاني يتدخل بالكره الان من الجهه اليسار يحاول، والقحطاني يتقدم لمصلحه الشلهوب، والتايب تقريبا يحسم المباراه، والهلال ينتصر بثلاثيه كبيره 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 على المرمى الشبابي. 3 أهداف بعزف وسيناريو هلالي كبير. الهلال يعزف أجمل موسيقى، أحلى موسيقى هلالية في الشباك الشبابية. 3 أهداف دون مقابل تفرح الجماهير الهلالية كثيرا، وبالتالي أخطاء دفاعية شبابية تجلب الهدف الثالث للفريق الهلالي. والهلال الذي أرى أن مدرجاته اكتظت بشكل أكبر في شوط المباراة الثاني، هو الآن يحتفل ب3 أهداف في المرمى الشبابي. الهلال 3 الشباب لا شيء. شوف كرة من ياسر القحطاني نجم المباراة بلا منازع، وفارس الميدان لمحمد الشلهوب إلى طارق التايب والبرنس الليبي الذي وجد تفاهما كبيرا مع ياسر القحطاني والشلهوب، وبالتالي يكمل إبداعاته في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين. الهلال خارج أرض الملعب رمية جانبية. شوف معي كرة محمد الشلهوب لطارق التايب الذي حسم الموقف تماما في المرمى الشبابي. ياسر القحطاني الفارس الذي لم يترجل عن جواده وبقي في هذه المباراة مكافحا على الصعيد الهجومي. الكرة إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية. لاحظ كرة ياسر القحطاني والشلهوب، ومن ثم نتمنى أن نبقى مع